كل سنة وانتو طيبين. حلوة حلاوة المولد، وحاجة بتحصل من سنة للسنة، وإيه يعني؟ وممكن كمان نفكر إنه فيها كام سعر يعني. طب قصاد السعرات دي أنا هفوت وجبة، أنا هعمل رياضة. عمر ما كانت مشكلتها في سعراتها، مشكلتها في كم السكر الكبير اللي فيها، السكر، الألوان الصناعية، وبعض المكسرات. عندي شوية حاجات بقلق منها للأسف الشديد. حلاوة المولد نظرا لكمية رهيبة من السكر اللي فيها، كمية رهيبة من الألوان الصناعية، وبعض المكسرات اللي ممكن تكون مخزونة بطريقة غير جيدة من السنة للسنة، فيها مشاكل صحية كتير. فأنا هاكلها برضو، مش هاكلها، بس وأنا باكلها هشغل مخي، هحس إن أنا باكل حاجة غلط، حاجة استثنائية. فلو كلت مرة ما أكلش التانية، أكلها من باب إنه موسم عيد يا بيه كل سنة وأنت طيب. إنما أصل سعرات وقصاد السعرات هعمل رياضة أو هشيل وجبة، أو لو خدت 3-4 أيام ورا بعض سعرات زيادة مش هيحصل حاجة، للأسف ده مش صح.